مباراة مهمة جدا ما بين المقاولين والمصري في بطولة كأس مصر. المقاولين فاز على المصري برباعية، وبالتالي لازم نبارك للكابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولين. يا كابتن عماد، برحب بحضرتك. يا عمر، ازيك؟ زي كل حضرتك، سنة ألف وانت ألف طيب مبروك. وموفق دايما يا عمر. ربنا يخليك يا كابتن عماد. طبعا يعني الفترة الأخيرة كانت الدنيا معاندة شوية مع المقاولين ومع حضرتك، لكن النهاردة بعد المعسكر اللي حضرتك عملته والاستعداد الخاص اللي عملته لمباراة المصري والبطولة اللي ممكن حضرتك إن شاء الله تنافس عليها بقوة، قدرت تفوز ب4 أهداف مقابل لا شيء أمام منافس قوي ومدير فني كبير. أكيد طبعا نادي المصري نادي كبير، ويمكن سير المباراة والنتيجة كبيرة طبعا. وزي ما أنت بتقول، إحنا رجعنا بعد خسارة من مباراتين في إنبي وبيراميدز، إن أنت ترجع بسرعة وتلعب فريق قوي في النادي المصري تكسب نتيجة كبيرة. فأنا بشوف إن ده الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم مجهود كل المنظومة اللي شغالة في نادي المقاولين العرب، بداية مجلس الإدارة المهندس محسن صلاح، المهندس محمد عادل، الجهاز الفني، اللعيبه اللي لغايه دلوقتي الحمد لله يعني شايله المسؤوليه. يمكن سالت عمر في المؤتمر في بيراميدز، في مباراه بيراميدز، على ان المقاولين دايما بيعمل الدور الاول وبعدين يجي الدور الثاني، الامور بتختلف شويه يعني. فحاسس ان ده برضو يعمل ضغط علينا اكتر، حابين ان المقوله دي تتشال. ويمكن النهارده كان رد الحمد لله، يعني الحمد لله. الماتش اللي جه في وقته والنتيجه كمان الحمد لله هي نتيجه كبيره قدام فريق كبير. لكن انا بتمنى ان شاء الله النادي المصري في بطوله افريقيا يقدر يرجع مره تانية ويقدر يجمع نفسه في خلال الاسبوع او 9 ايام دول لغايه المباراه. عنده مباراه صعبه في افريقيا، وكلنا طبعا مع الانديه طبعا المصريه اللي بتشارك في افريقيا. في نفس الوقت برضه بقول الحمد لله، مبروك لنادي المقاولين، مكسب مهم، لكن عدينا طبعا دور داخلين على مباراه اصعب، وبدايه دوري الدور الثاني هيكون صعب. اتمنى ان شاء الله ان احنا نواصل بنفس الاداء، بنفس القوه، بنفس الحماس. عندنا رغبة السنة دي إن شاء الله إن احنا نكون موجودين في المربع بإذن الله. إن احنا بننهي النهارده مثلا الدور الثاني، سوري الدور الأول، وإحنا في المركز الثاني، وممكن نتأخر شوية نبقى في المركز الثالث على حسب نتيجة المباراة الأهلي مع الزمالك لو اتلعبت إن شاء الله. ولكن في حد ذاته إحنا الحمد لله يعني نحمد ربنا على اللي إحنا وصلنا له، ونتمنى إن شاء الله إن احنا نكمل يعني. الكابتن عماد النحاس عينه على المشاركة الأفريقية السنة الجاية إن شاء الله؟ والله ده كان هدفنا يمكن من السنة اللي فاتت يا عمر، يعني احنا الموسم اللي فاتنا هنا خامس الدوري، وكان اللي بينافسنا النادي المصري. السنة دي الحمد لله انا بشوف ان احنا مع نهاية الدور الأول ماشيين بخطة ثابتة. اتمنى زي ما بقول لك ان احنا نكمل، يعني الموضوع مش سهل، الدور الثاني برضه صعب. شايف ان في فرق كبيرة ترتيبها في الجدول لا يناسب الامكانيات اللي موجوده في الانديه دي، سواء امكانيات اللعيبه او امكانيات حتى الاجهزه الفنيه والامكانيات الماديه. وجودنا في مكان في المربع لغايه دلوقتي احنا هنحاول ان شاء الله بكل قوه ان احنا نحافظ على مكاننا رغم الصعوبات الكبيره، لكن ان شاء الله نحاول ان احنا نكمل باذن الله في مكاننا. كابتن عماد، ما ينفعش يكون معايا نجم كبير ومدرب كبير زي حضرتك وما اسالوش عن مباراه الاهلي والزمالك في السوبر فنيا، شايفها ازاي يا كابتن؟ بشوف ان الفريقين النفسيات عاليه جدا، الاثنين مرتاحين، الزمالك جاي من بطوله السوبر الافريقي، النادي الاهلي 15 فوز متتالي في الدوري، الاجهزه الفنيه بتشتغل الفتره الاخيره بشكل كويس جدا. الحاله المعنويه زي ما بقول لك عند الفريقين عاليه جدا. اتمنى، وده دايما يمكن رايي في مباراه الاهلي والزمالك، ان نشوف مباراه فعلا تلي باسم الناديين، خاصه كمان مباراه خارج مصر في دوله شقيقه طبعا دوله الامارات. اتمنى ان شاء الله نشوف مباراه تلي باسم الناديين. في الاول وفي الاخر نقول مبروك للي هيفوز، هارد لك للي هيخسر. مباراه وخلاص وبتعدي، ولسه مباريات قمه جايه كتير. الناديين عندهم لعيبه على اعلى مستوى، الاثنين قوام اساس المنتخب مصر. مفيش مشكله ان انت تتنافس النهارده في السوبر الافريقي وبعدين تلعب في مباراه دوري، انت عارف عمر اللعيبه طبعا كلهم اصدقاء واصحاب اكيد. ولكن الشد دايما المباراه هي اللي والعصبيه او هي دي اللي بتاثر شويه يعني. فاتمنى ان شاء الله نشوف مباراه تليق باسم الناديين الكبار. وبما ان طبعا انا راجل اهلاوي وانت كمان راجل اهلاوي، بتمنى ان شاء الله فوز النادي الاهلي ويضيف بطولة السوبر زي السنة اللي فاتت إن شاء الله، اللي هي اتلعبت في بداية الموسم.
بتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون من نصيبه باذن الله المباراه بكره. كل التوفيق للنادي الاهلي. كابتن عماد، لو حضرتك مدرب احد قطبي الكره المصريه، الاهلي او الزمالك، هل حضرتك مع لعب المباراه يوم 24 ولا حضرتك تفضل تاجيلها علشان لقائين 28 29 الترجي وسان داونز؟ والله انا وجهه نظري البسيطه المتواضعه الموضوع ما يبقاش تحدي، يعني الموضوع مش تحدي ابدا. لو تأجيل المباراة في مصلحة للفريقين، وده أكيد، لأن عندك ماتشات صعبة، الأهلي عنده صن داونز مباراة صعبة جدا، الزمالك عنده الترجي رغم الفوز عليه في السوبر لكن برضه مباراة صعبة جدا، إن أنت تلعب مباراتين أهلي وزمالك، أنا دي بقى مش شايف إن فيها أي مشكلة، إن أنت تلعب الديربي ده تلعب في أربع أيام مفيش فيه مشكلة، لكن أنا بتكلم على التوقيت اللي بعد كده، سهل إن أنت تلعب 20 و24 مفيش فيه أي مشكلة. تمام. لكن لو بصينا للمصلحة للناديين في اللي بعد كده، انا ممكن شويه نعمل ستوب ونقف لمصلحه الناديين الكبار في افريقيا، خاصه الدور ده مهم يقدر يوصلك للادوار اللي بعد كده، توصلك لنهائي البطوله، واتمنى ان اشوف الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا طبعا اكيد. ولكن زي ما بقول لك الموضوع مش عند ان انت حابب ان الدور الاول والدوري، يعني انا واحد كمدرب في الدوري، بدايه الدور الثاني هتكون امتى، وهل الاهلي والزمالك هيلعبوا المؤجلات بتاعتهم ولا لا، النادي الاهلي متاجل له الزمالك ومتاجل له انبي، الدور الثاني هيكون امتى، فانا بشوف ان الضغوط اللي اتحطت على اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره ولجنه المسابقات الموضوع صعب، خاصه ان التاجيل المباراه دي بالذات جه في وقت كان صعب جدا، وللاسف ان انا كنت يعني شريك في الموضوع، تاجيل المباراه دي مش هقول يعني جيب الضرر علينا احنا كنادي المقاولين، يعني لان في التوقيت ده احنا كان المفروض تلعب اسوان، بعدين اتاجل الاهلي وزمالك، بعدين لعبنا الزمالك مكان اسوان، فمن التاريخ ده المباراه متاجله وتاجلت لنهايه الدور الاول. يعني اختيارك اليوم واختيارك ليوم 20 انت تلعب السوبر المصري في الامارات وبعدين ترجع تلعب هنا، وكمان توقيت بطوله افريقيا، لو الجدول كله انت شايفه كلجنه مسابقات وانت محدد ان مفيش مشكله هتحصل للناديين وتأثر عليهم في بطولة افريقيا، مفيش مشكلة ان انت تلعب المباراة، لو هتأثر عليهم في بطولة افريقيا لا، انا بشوف ان الناديين يرتاحوا بعد مباراة بكرة وتقدر تجهز نفسك في الاسبوع او الثمان ايام علشان تروح لمباراة افريقيا وانت يعني بلغة الكورة واقف على رجليك وقوي وعارف ان المباراة دي اصعب، يعني المباراة صعبة للناديين، المباراتين صعبين جدا يعني. يعني الفريقين كان لهم تجربه مع سواء الترجي او صن داونز، ومش شرط النتائج القديمه ان انت ممكن تتكرر تاني. انا بشوف الناديين مصلحتهم بعد السوبر مباراه الدوري سهل انها ممكن تتلعب في اي وقت تاني، لكن ماتش افريقيا بشوف ان هو مهم يعني. كابتن عماد، هل حضرتك في الانتقالات الشتوية الأخيرة كنت حاطط عينيك على أحد لاعبي الأهلي والزمالك وما حصلش نصيب إنك تضمه؟ في الشتاء تمام. لا يعني مش أنا عارف إن لعيبة الأهلي والزمالك يعني تفكيرهم أكتر، أو حتى إعارة، نتكلم حتى لو إعارة على سبيل الإعارة يأهل اللعيب إن هو يفكر إنه يكون موجود، لكن عمر أنت عارف برضو أمور المادية دي بتصعب الأمور شوية، كان بالنسبة لنا على المستوى الشخصي كان في كلام مع لعيبة، بس خلينا نتحفظ على أسماء اللعيبة. أهلي ولا زمالك كابتن عماد؟ لا، رقم واحد أكيد كان الأهلي. تمام. لكن لما حسيت إن الموضوع ممكن تكون بعيد فخلاص، يعني الموضوع على جهاز نبض إن أنت تحاول تبقى موجود معانا تقدر تساعدنا، ولكن برضو الأماكن إحنا كان عندنا ثلاث أماكن استفدنا بأيمن حفني، مع لعيب افريقي عملنا بدل من الدرجه الثانيه لعيب كويس جاكوب، لكن لسه ما دخلش في وسطينا. وانا بشوف ان كده يعني حسينا ان احنا الامور بالنسبه لنا، انا خايف لا تنسينا حد بعد يناير، رجعتني ثاني ليناير، خليت عايز افكر احنا جبنا مين في يناير. لا كابتن يعني انا كابتن انا بس مش عايز يعني ايه، انا كان الغرض من السؤال ان اعرف الكابتن عماد النحاس مدرب طموح، مدرب عنده حلم في وجوده في بطوله افريقيا الموسم اللي جاي، وبالتالي اكيد ان حضرتك تستعين باحد لاعبي الاهلي والزمالك. انا كان الغرض من سؤالي في كده ان انا اعرف هل الكابتن عماد تفاوض او اتكلم مع حد في الاهلي والزمالك، علشان المقاولين دلوقتي احد الانديه الكبار يا كابتن اللي بينافسوا وطول عمره كبير طبعا. كابتن عماد، مين اللي ممكن يكون مقلق لنادي الزمالك من الاهلي، والعكس صحيح، مين اللي ممكن يكون مقلق من نادي الزمالك
بالنسبه للنادي الاهلي؟ من نادي الزمالك النادي الاهلي ممكن يكون شويه بن شرقي بعديه مصطفى محمد، خاصه في الكرات العرضيه، بن شرقي في الاختراقات. من النادي الاهلي علي معلول، ممكن اجاي شويه، حسين الشحات. يعني بشوف ان دول ممكن اللي تقلق منهم. طيب يعني حضرتك، انا عارف ان هي مباراه خارج التوقعات، بس يا كابتن عماد عايز اسالك توقعاتك وتمنياتك. هو التمني، التوقع ده ماليش فيه يعني. انا بتمنى طبعا فوز النادي الاهلي بما انه راجل اهلاوي، وده مش عيب ابدا يعني، واكيد لو حد مكان الزملكاوي يقول يتمنى طبعا نادي الزمالك، لكن بتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحالفه بكره التوفيق ان شاء الله ويرجع لكاس السوبر يعني. كابتن عماد اخر سؤال وخلاص، مش هزعجك تاني عشان انا عارف ان اسئلتي كتيره. قبل ما يكون فايلر موجود، هل الكابتن عماد حصل تواصل ما بينه وبين اداره النادي الاهلي على تواجده في القياده الفنيه سواء مدير فني او مدرب عام؟ لا، الموسم ده لا. تمام، طيب الموسم ده لا. كابتن عماد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. كابتن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولين العرب.